أما بلقيس فجرأتها كانت كبيرة بحلقة مبارح لما ردت على انتقادات زفافها، واليوم هالجرأة رح تكون أكبر لما تكشف حصرية لإيتي بالعربي عن أسباب انفصالها عن روتانا اللي أعلنت عنه سابقاً وبصورة مفاجئة على تويتر. ما الله كتب يعني أن أكمل معاهم، للأسف ما في كيمستري بيني وبينهم أبداً. لكن هالشي ما كان واضح للجمهور، فانطلاقة بلقيس القوية كانت من خلال روتانا وقدموا سوياً ألبومين. ب 2012 ألبوم مجنون، مجنون أحب غيرك أنا مجنون، وبال 2015 زي ما أنا، لو العالم كله يتغير أبقى رابح عمري ما أخسر. وحتى كان واضح إنها المفضلة عندهم كفنانة شابة، بس مش من قائمة الأولويات عندهم. ترى في معاناة من الفترة اللي فاتت هذه كلها، بس معاناة صامتة بالنسبة لي، أنا مش من قائمة أولوياتهم أبداً. وهون بلقيس قررت تكشف اللي كان مخبى. ما في ولا فنان خليجي مبتدئ ببداية مشواره كان يعني زي حالاتي اعتمد على إنتاجه لوحده، البومي الأول إنتاجي، البومي الثاني إنتاجي، جميع فيديو كليباتي من إنتاجي، واللي يعترض يلجأ للقضاء. ويبدو قرارها بالانفصال جاء من بعد إعلان شركة روتانا للائحة نجوم المشاركين بفبراير الكويت لهالعام، فهل في علاقة بين الموضوعين؟ أيوة إلو علاقة ومشكلة كثيرة كبيرة. بدي اياكم انتوا تروحوا توجهوا هذا السؤال لسالم الهندي، ليش بلقيس تركتكم من بعد سالفة حفلات فبراير الكويت؟ لأنه حصلت فبركة فظيعة جدا. لكن هي رح تقابل جمهورها الكويتي قريبا بحفل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. كنت أتمنى أني ألقى الشعب الكويتي بهذه الفترة، وإن شاء الله طبعا هم عارفين معزتهم غلاتهم عندي بإذن الله، في حفلات كثيرة جاية بالكويت بالفترة الجاية، بس بعيدا عن روتانا. بلقيس بدأت بالتحضير لألبومها الجديد ووصفته بالقادم المجنون، وأكيد كان لازم نسألها إذا ممكن يكون الألبوم من إنتاج بلاتينوم ريكوردز، خاصة وأنها بالفترة الأخيرة تواجدت معاهم بأكثر من حفل. أنا مش موقعة مع بلاتينوم، بس أنا تربطني بشركة بلاتينوم كثير من الاحترام والمودة وكثير من الحفاظ على المواعيد، حطها بين قوسين، وكثير من الالتزام، حط تحتها خمس خطوط حمر. واضح أنه بلقيس بادية سنة 2017 بمواقف وتصريحات حاسمة جدا، بس أكيد هالقرارات رح يكون لها تطورات كثيرة.